بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على إثراء، نسعد دائما بهذه المتابعة عبر هذه الشاشة قناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت. اليوم حلقتنا إن شاء الله تعالى عن موسم عظيم من مواسم الطاعات، وهي العشر الأول من ذي الحجة، وهو طبعا من نعم الله سبحانه وتعالى وفضله العظيم علينا أن يجعلنا نعيش هذه المواسم العظيمة لهذه الطاعات إن شاء الله. كل ذلك إن شاء الله سوف يحدثنا عنه ضيفنا الفاضل الدكتور بسام الشطي، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الكويت. حياكم الله دكتور بسام، وسعداء بلقائك. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، بارك الله فيكم. حياك الله دكتور. مثل ما أخبرنا أحبتنا مشاهدي الكرام، إن شاء الله تعالى سوف تحدثنا عن يعني ما نحن مقبلون عليه ونعيشه إن شاء الله، العشر الأول من ذي الحجة، هذا الموسم العظيم للطاعات إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الله تبارك وتعالى جعل السنة 12 شهرا، منهم 4 أشهر المحرم، فجعل الله تبارك وتعالى هذه الأشهر حتى المسلم بادئ ذي بدء ينهل من معين الوحي الصافي ويتقي الله تبارك وتعالى فيه ويحاسب نفسه ويتوب في حال الزلل والخطأ. ولذلك الله عز وجل لم يأمرنا فقط بالفعل، ولكن أمرنا في الترك، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فظلم النفس هو أنك تجرها إلى المعاصي ومدلهمات الفتن، وتبارز الله عز وجل بالمعصية، ويمر عليك الوقت ولا يكون فيه رصيد من الحسنات والأجر والمثوبة. ولذلك الله عز وجل جعل هناك مواسم، قد تكون هذه المواسم في الشهر، فاختار الله عز وجل شهر رمضان من أفضل الأشهر عند الله عز وجل، واختار الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، واختار الخمس صلوات، هذه أفضل أوقات في اليوم عند الله تبارك وتعالى، واختار يوم عرفات وهذا أفضل يوم في النهار، ولكن ليلة القدر هي أفضل ليالي موجودة في العام. فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تظلم فيها نفسك، بمعنى تسهر وتتعب هذه النفس وترهقها، وأيضا لا تظلم نفسك تدخل في الشرك وكذلك الموبقات، لا تظلم نفسك تعطيه العنان في الطعن وجرح الآخرين وإيذائهم بالغيبة والنميمة، ولا تظلم فيهن أنفسكم، بمعنى لا يجي أحد يوم القيامة، زوجتك، أبنائك، والديك، وكذلك قد تكون أنت مسؤول وتحتك هؤلاء الناس من الخدم، من العمالة، من كذا، وتظلم فيهن هؤلاء الناس فيأخذوا من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذت من سيئاتهم وألقيت عليك فألقيت في النار. وذلك الله عز وجل جعل كما ذكر أبو عثمان النهدي، قال السلف كانوا يعظمون 3 أعشار، العشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم، والعشر الأواخر من رمضان. هذه كان يعظمها السلف تعظيم، العشر المعظمات بالضبط، هذه 3 العشرات، ولذلك الله عز وجل أقسم فيها، قال والفجر وليال العشر، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. وليال العشر المقصود فيها ذكر بسام اللي هنا، على الراجح أنها العشر من ذي الحجة المباركة، فجعل الله تبارك وتعالى فيها التنافس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على الاستغلال الأمثل وأن يدل الأمة على هذا الخير العظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر يذكر اسم الله في أيام معدودات، المقصود هذه الأيام معلومات وأيام معدودات، فذكر الله عز وجل أي محددات، فلا بد أن يكون فيها التنافس في الطاعات وكذلك التوبة وعدم الإصرار على هذه المعاصي. لذلك قال سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فما في آية ذكر الله جل فيها الإيمان إلا ألحق فيها العمل، وبالتالي يكفي أن هذه الأيام المباركات أن الله عز وجل حددها. ليلة القدر ما هي محددة، قد تكون في العشر الأواخر، لكن الله عز وجل حدد هذا اليوم العظيم وهو يوم عرفة، وجعل ما بعده
أعظم من هذه الأيام حتى الناس تتنافس فيها. صحيح. ورحمة الله عز وجل لم يجعل الفوز والجوائز والحوافز فقط لمن يحج، لا، ولكن جعلها لعموم المسلمين، حتى اللي لم يحج كالوسام. بالضبط. لأن قد يكون إنسان ما عنده المال. صحيح. طيب، وقد يكون إنسان ربما أوراقه ما هي كاملة. صحيح. وربما يكون تعثر في شيء، المرض وغير ذلك. واضح. مثل الآن يعني هذا الوباء العام، كم من إنسان نوى. صحيح. ودفع الأموال وكذا على أساس أنه يحج، لكن قدر الله وما شاء فعل، لكنه ينال الأجر بالنية. الله. فمن نوى، يعني أنا أعرف صاحب حملة قال ما شاء الله 1000 واحد دفعوا أموالهم. سبحان. ولكن جاء القرار. صحيح. بغير ما يجتهون. نعم. وهل معناته أن ما يؤجر؟ لا يؤجر. صحيح. إنما الأعمال والنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وبالتالي هذه فريضة، ومن رحمة الله عز وجل لم يجعل هذه الفريضة أنها تكون في كل عام، ولو كانت في كل عام لم استطاع أهل الإسلام، ومن رحمة الله عز وجل أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة في العمر. نعم. لكن وسام، من لم يستطع الحج هذا فضل الله أجر عظيم، هذه الأيام استغلها، هذا ما تقصدك وسام. صحيح. هذا قصدك. ولذلك الله عز وجل يقول والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صحيح. فاللي ما يستطيع، وأعذر الله تبارك وتعالى أناس ما يستطيعون. صحيح. والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فاللي يستطيع، يستطيع ماليا، يستطيع بدنيا، بالنسبة للمرأة تكون معها المحارم. واضح. إذا ما كان عندها محرم ما تستطيع. صحيح. فبالتالي كان أهل اليمن يجمعون الأموال حتى يذهبون الحج، وبعد ذلك في الحج يجمعون الأموال حتى يرجعون. فالله عز وجل بيّن لمن استطاع إليه سبيلا، فإن ما تستطيع لا تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين. صحيح. يعني معقولة الواحد بيحج الأموال اللي معاه على قده. نعم. فأنت تسأل والثاني يسأل والرابع يسأل. احنا ما نتكلم عن من قطعت به السبل، لا، احنا الاصل ان الله عز وجل يامرنا ان نجهز. نعم. كامل التجهيز في حال الذهاب الى الحج او العوده من الحج. نعم. اذا دكتور وسام، يعني هذه الايام مفضوله على بقيه ايام العام، دكتور وسام تفضل على بقيه ايام العام. صحيح. نعم. ودليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه شيء، لا بماله ولا بنفسه. فانظر إلى مكانة هذه الأيام. لو الإنسان يعي الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام. لماذا ذلك؟ يعني لماذا فضلت هذه الأيام على بقية العام؟ سبحان. أيوة. الله. لأن الله تبارك وتعالى ختم في السنة، السنة تبتدي في محرم وتنتهي في ذي الحجة. نعم. فالله عز وجل من سعة رحمته أن جعل في مواسم المغفرة، منها هذه العشر. نعم. وبالتالي ينزل ربنا سبحانه وتعالى في الليل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من داع فاستجيبوا له، هل مستغفر فاستغفر. يوم عرفة ينزل الله عجل في نهار عرفة. سبحان الله. ويباهي الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. نعم. وبالتالي هذه الأيام تسمى أيام الغفران. نعم. هذه الأيام نزل آدم عليه السلام وحواء ترى في هذه الأيام. نعم. طيب. فنزلوا نزلوا سلمك الله في قالوا نهاية ذي القعدة وقالوا في أول ذي الحجة. نعم. والله عز وجل أراد أن يتوب عليهم. سبحانه. فتاب الله عز وجل ونزلهم. نعم. فأراد أن يكون هذا هو موسم التوبة. والعفو والغفران. هذا واحد. نعم. الأمر الثاني أن الشيطان الحقيقة كما وسوس لأبينا آدم وحواء وخرجهم الجنة وزلهم الله عز وجل. نعم. كذلك وسوس إلى إبراهيم عليه السلام. سبحانه. فإبراهيم عليه السلام من المعروف أنه لم تحمل زوجته الأولى والثانية سارة وكذلك هاجر إلا عندما وصل إلى 80 سنة. صحيح. وبعد ذلك لما رزقه الله عز وجل هذا الولد إسماعيل. نعم. وبالتالي جاء به إلى واد غير ذي زرع عند. نعم. بيتك المحرم. صحيح. فنجد أن الشيطان عندما أراد الله عز وجل وأرى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء حق، فلما تله الجبين فأخذ يعني الشيطان يأتي إلى الولد ويأتي إلى الأم وكذلك يأتي إلى الأب، ورمي الجمرة فيه دلالة واضحة
على هذا. وبالتالي الأول ما حدث بين الشيطان وبين آدم، الثاني ما حدث بين إبراهيم عليه السلام وبين إسماعيل، وكذلك هاجر، وكذلك إبراهيم عليه السلام، وساوس الشيطان بالضبط. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لابد أنك تعرف أن عدوك الأول هو الشيطان الرجيم، فلا بد أن تمتنع عنه. كذلك جعل الله عز وجل في كل بقعة لها دلالات، وهذا فيه دلالة واضحة على أن الله عز وجل جعل مركز الكون يكون في مكة، ولم يجعل الله عز وجل فيها الزرع وكذلك فيها الأنهار وكذلك فيها المناظر، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن الناس لا تهتم في، يعني واحد يقول لك والله جاي سياحة، لا، لا في مناخ ولا في يعني أنهار ولا كذلك، يأتي فقط العبادة بالضبط، حتى تأتي إلى هذا البيت وتطوف وتسعى وتذكر الله تبارك وتعالى. فبسام إذا سمحت لي ونكمل إن شاء الله معك، لكن بعد هذه الوقفة إن شاء الله تعالى. إذن أحبتنا فاصل وراجع لكم في برنامج لقاء على إثراء، ابقوا معنا. هذه الأيام فيها نفحة طيبة مباركة يمن الله تعالى بها علينا، وهي هذه الأشهر الحرم التي نحيا في ظلها الآن، وقد تميزت بميزات عديدة وتفضلت بخصائص فريدة، ففيها فضائل كثيرة يعظم فيها الأجر ويكثر فيها الفضل، رحمة من الله تعالى بالعباد ليكون ذلك عونا لهم على الإكثار من العمل الصالح والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط، ليحظى المسلم بنصيب وافر من الثواب فيتأهب للموت قبل قدومه ويتزود ليوم المعاد. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد في برنامجكم لقاء على إثراء، ونكمل هذا اللقاء مع ضيفي الفاضل الدكتور بسام الشطي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت. حياكم الله دكتور بسام، وحلقتنا لهذا اليوم عن يعني هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات دكتور بسام، والأحرى وما يجب على المؤمن أن يبذل يعني كل ما بيسعه لكي يستغل هذه الأيام دكتور بالطاعات وعمل الصالحات إن شاء الله تعالى. الله عز وجل جعل في كل موسم نفحات، وهذه النفحات تنزل فيها الرحمات والبركات والعتق من النيران، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد، فالكيس الفطن هو الذي يستغل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أعظم عند الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة المباركة. فالناس إما أن يكون فيها الصيام يتنافسون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام لا عدل له، ما يعد شيء من الأجر، ويقول يوم يصومه ابن آدم أو يصومه المسلم يبعد عنه النار 70 خريفا، 70 سنة، مجرد أنك يوم واحد تصومه لله تبارك وتعالى. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يصوم الأيام التسع لأن العاشر عيد، فما في صيام. وكذلك نجد أن من الصحابة رضي الله عنهم من يذكر الله تبارك وتعالى تارة بقيام الليل، وكما ذكر الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وأيضا ذكر الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. فبين الله تبارك وتعالى أهمية قيام الليل، وذلك دائما وصف الصحابة في سير أعلام النبلاء أنهم فرسان في النهار وكذلك عباد في الليل. يعني كبر سام يسن أن يصام تصام تسع الأول من ذي الحجة. نعم يسن. هذا يسن مشروع. يعني لكن ليس فيه إلزام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحبب أن يكون صيام يوم عرفة، وهذا يوم عظيم جدا. الذي يصومه يكفر الله جل فيه سنتان، سنة ماضية وسنة حالية، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فنجد أن الله عز وجل جعل هذه الأيام حتى الناس تتنافس، وجعل الله عز وجل هذه الأيام تجتمع فيها الطاعات ما تجتمع في غيرها. ممكن تجتمع في رمضان الصيام والصلاة، ولكن لا تجتمع الصيام والصلاة والحج إلا في هذه الأيام المباركة، أن اجتماع الطاعات بالضبط. وكذلك
نجد أن هناك الأضاحي والهدي وكذا ما يكون إلا في هذا الموسم. كذلك جعل الله تبارك وتعالى قراءة القرآن تكون في هذه المواسم، ذكر الله تبارك وتعالى في هذه المواسم. الدعاء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء ما قلت أنا والنبيين من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. طيب، فلو تدرجنا وبينا للناس العناوين العريضة في الأعمال الصالحة حتى الناس تنتبه وتتنافس في ذلك الأمر. أولا لما ذكر الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيين الحياة الطيبة. فبي الله تبارك وتعالى أهمية العمل الصالح، لذلك نجد أن القرآن العظيم ذكر الإيمان وعقبه في العمل. والعصر إن الإنسان يخص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عند المتقين. فالمقصود خلنا أخذها أولا، لما ذكر الله عز وجل في الحديث القدسي أحب الأعمال إلي مما افترضه علي، يعني لا الواحد يلتزم في السنة ويترك الفرض، خاصة الصلاة أول ما يحاسب عنها العبد عن صلاته فلا حساب العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، وإن كان فيها نواقص الله عز وجل يقول انظروا إلى عبدي وهو أعلم بهم، هل له من سنن حتى نجبر في هذه النواقص؟ انظر إلى عظم الصلاة، كل الأوامر تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلا الصلاة يوم الإسراء والمعراج، ففرض الله عز وجل عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلها 5 في العمل و50 في الأجر، وهذه برحمة الله تبارك وتعالى. هذا أولا. الأمر الثاني، الحقيقة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أفضل الأوقات عند الله عز وجل هي 5 صلوات، يعني واحد يسأل يا جماعة إحنا 24 ساعة شنو أفضل الأوقات؟ هي صلاة الفجر وقتها والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه أحب الأوقات إلى الله عز وجل. طيب، فبالتالي لا بد أنك أنت تترك كل ما في يديك وتلتجئ إلى الله تبارك وتعالى. انظر إلى الحديث من توضأ في بيته وذهب إلى بيت بيوت الله كانت إحدى خطواته تحط خطيئة والأخرى ترفعه الدرجة، وهذه من عظم الله عز وجل نعمه على العبد. كذلك أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، كل الأعمال واحد يسويها رايح الحج رايح العمرة رايح كذا، وانت رايح لك الأجر وانت راجع لا ما في إلا الصلاة، وانت رايح وانت راجع سبحان الله. أعد الله له نزل كلما غدا أو راح، الله أكبر، ورحمة الله تبارك وتعالى. طيب بسام، يعني هذا الأجر اللي تفضلت فيه يعني في هذه المواسم العظيمة يتضاعف، هذه من فضائل هذا الزمن. بلا شك أن الله عز وجل جعل في نفحات أجر في رمضان غير الأجر في الأيام العادية، أجر ذي الحجة غير الأجر من الأيام الباقيات، وهذه من نعم الله تبارك وتعالى. لما ذكر عن الباقيات الصالحات، ما هي الباقيات الصالحات؟ هو ذكر الله تبارك وتعالى. كذلك من الأعمال الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيتا في الجنة. الرواتب بالضبط، الرواتب. طيب، فالإنسان يعني سنة الفجر 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 قبل العشاء، 2 بعد، يعني المقصود فيها هذه التي فيها أجور عند الله تبارك وتعالى. كذلك أن يكون لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، هذا الذي جاء ويطلب مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، جاء لواحد ثاني قال ما زال لسانك رطبا بذكر الله، فالذاكرين الله كثير الذاكرات. فبالتالي كلما ذكرنا الله عز وجل ذكرك الله عز وجل في مجلس خيرا منه. والله عز وجل يحب العبد الذي يذكره ويستغفره ويسبحه، فعندما يقول الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واستغفر الله، ترى هذه أجور عظيمة، خاصة الاستغفار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فكلما استغفرنا والطاعات متنوعة، ذكر بسام ما شاء الله طاعات متنوعة. إي والله في هذا الشهر الفضيل. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكثرة الإنفاق في التجارة مع الله تبارك وتعالى. عندما ينفق الإنسان درهما
يربيه الله عز وجل حتى يكون كالفلوه الفرس الكبير جدا. وكذلك الله عز وجل يجعل ما ينفقه الانسان في يمينه، يمين الله تبارك وتعالى، ويربيها عنده، يربيه يعني يكثرها ويفيض فيها سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضع ما شاء. المقصد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم عند بلال، وجد عنده تمر. التمر لا يتعدى 10 تمرات. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت عندك تمر والصحابه جياع، انفق فيها. تدري انت تروح لما يدخل ديوان يحط لها تمر ويحط لك كذا من باب الضيافه يعني. فقال يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اخلاله. ويقول يا ابن ادم انفق ينفق عليك. تجاره لن تبور. لا شك. تجاره مع الله تبارك وتعالى، إن الله اشترى من المال أنفسهم وأموالهم. فيتقدم النفس وكذلك المال عندما تأتي فيه وتتاجر فيه مع الله. بس أهم شيء أن يكون الإخلاص وأن يكون بالطيب نفس، وأن لا تشعر بأنك أنت تمنن تستكثر. هذه التجارة التي يريدها الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل. كذلك الله عز وجل جعل هذه الأيام أيام نحر وأيام ذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا مسلم. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، وحج معه 100,000 من الصحابة، الصغير والكبير والعربي وغير العربي، وحتى أناس مرضى وكذا كلهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام سبحان الله من ذلك العصر إلى هذا العصر واحدة، مع أنها هي حجة واحدة، لكن الله عز وجل أظهر فيها جميع هذه الأحكام. الله عز وجل ما جعل نبيه في كل سنة، لما سئل يا رسول الله الحج في كل عام قال إذا قلنا نعم فوجبت وما استطعتم، فلا تسألني عن أشياء أن تبدأ لكم تسوكم. قال رسول الله في كل عام سكت، قال إن كان ولا بد في كل 5 مرات. وهذا الآن اللي تعمله السعودية جزاهم الله خير، إنه يحق لك إنك تحج لكن في كل 5 سنوات مرة واحدة. واضح. طيب، وبالتالي أقصى ما سقف عدد الحجاج كان 3,300,000، وهذا كان عام 2011. الحج الآن مع كورونا العام الماضي كان 10,000، السنة هذه 65,000. والحقيقة نطمح إن الله عز وجل يزيل هذا المرض. والله عز وجل يفتح المجال. اللهم نعم. وسام إذا تسمح لي راح أكمل معك إن شاء الله أكثر، لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. إذا أحبتنا فاصل إن شاء الله ونواصل معكم في برنامجكم لقاء على إثراء، راجع لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم في برنامجكم لقاء على إثراء، ونكمل هذه الحلقة مع ضيفي الفاضل الدكتور وسام الشطي، وحديثنا عن هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعات العشر الأول من ذي الحجة. حياكم الله دكتور وسام. وقبل الفاصل ما شاء الله تكلم دكتور عن الحج وما يعني يتم فيه من طاعات، وأشرت إلى حجة النبي عليه الصلاة والسلام وما فرض فيها من يعني أن الأمور لم تتغير إلى في أمور الحج وما يتعلق فيها. هو بلا شك أن هذه الأيام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهم شيء. وبالتالي احنا ذكرنا سلمك الله ذكرنا عن الصلاة وأهميتها، ذكرنا عن السنن مقصود فيها الصلاة 12 وكذلك قيام الليل، وهذه من أفضل القربات عند الله عز وجل. كذلك ذكرنا الصيام، يوم الواحد يصومه أفضل عند الله تبارك وتعالى من 70,000 يبعد الله عز وجل عن وجه النار 70 خليفة. وكذلك الصيام لا عدل له. فالإنسان ينوي الصيام ويباشر هذه الأيام البركات، وإذا ما يستطيع أقل ما فيها يوم عرفة، فلينه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة حالية. كذلك من هذه الأعمال الطيبة وذكر الله عز وجل، تتفرق في ذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. هذا أعظم ذكر في السنة. بالضبط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. وكذلك
من قرأ القرآن له في كل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لا ميم حسنة، ولكن الحسنة بعشر أمثالها يضاعف الله لمن يشاء. الله كريم جواد سبحانه وتعالى. كذلك لا تسوف، المقصود فيها أقبل على الله تبارك وتعالى في قراءة القرآن. فبعضهم يقول أنا استحي، بعض المتقاعدين قال يا شيخ أرجوك لا تسوي لنا حلقة قدام الناس وكذا، نخاف نتعتع وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفر البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وعليه شاق فله أجران. هذه رحمة الله تبارك وتعالى، وتجارة مع الله عز وجل، تجد فيها انشراح الصدر، تجد فيها أن الله عز وجل يجعل لك فرقان يبعد بينك وبين الشيطان الرجيم، تجد تنزل عليك رحمات مثل ما حدث مع أسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يقرأ القرآن تنزل عليه السكينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاستماع القرآن من الآخرين. وبالتالي هذه فرصة أن الإنسان صراحة وزارة الأوقاف دولة الكويت ما قصروا، فتحوا مجالات واسعة لحفظ القرآن وقراءته وترتيله وتجويده. كذلك من الأعمال الطيبة في هذه الأيام الصدقة، فتتلمس حاجات الناس الفقير والمسكين وذو الحاجة، وتحاول أن تعطي لهم فسحة من هذا الوقت. كم من إنسان تعثرت حياته وزوجته طلبت الطلاق وكذا، يعني أنا بحكم الاستشارات في وزارة العدل والله أنا أتعجب إن مرت علينا حالات بسبب الكورونا، فوافدين فتجد إن الشغل يومي وكان في بحبوحة من العيش لما صار يعني تعطلت توقف العمل، فالزوجة ما قدرت تتحمل وطلبت الطلاق. يعني لاحظ، فالمقصود أنت في بحبوحة من العيش، انظر إلى حالات الناس. صحيح. هذا محتاج الأجار ونظرة إلى ميسرة، واحد دين واحد يعني حاول أن يطول بال عليه. صحيح. وكذلك انظر إلى الفقراء المساكين. هذا عند رسوم المدارس وهذا. صحيح. غير التزامات قد تكون داخل الكويت خارج الكويت. صحيح. تحتاج إلى علاج، قد يكون مسجون. يعني أنا في رمضان الماضي واحد جزاه الله خير قال الشيخ أي واحد من 500 دينار ونازل ودي تحصيهم لنا وكذا، وجدت امرأة قالت نبي شوف الحريم اللي عليهم من 500 ونازل. فالحقيقة كأن استنفار في دولة الكويت من قبل هؤلاء الناس، وبشرك يعني طلعوا أكثر من 1300 يعني بفضل الله. اي والله رمضان هذا اللي اي والله هذا اخر مره. نعم بالضبط. فهذه من رحمه الله عز وجل. فهذه فرصه ان الواحد يبذل قصارى الجهد ويوسع على الناس. صحيح. وكذلك عندما ليس فقط في الداخل، في الخارج. صحيح. يعني بعض الدول مساكين يعني نتيجة لما حدث من الحروب. صحيح. وكذلك ربما انقلابات، ربما الفقر، ربما كذا. فدولة الكويت الحقيقة ما قصروا، ففتحوا مجالات للجمعيات الخيرية والمبادرات، وهذه فرصة أن نثق إحنا بعيالنا اللي يشتغلوا في الجمعيات. يا ولدي عندي 1000 ولا 2000، شوف لنا الفقراء وكذا، وشوف أولوياتكم. نعم. في إعطائهم، فهذه فرصة. وكذلك لا بد أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى. يعني وزارة العدل رحمة الله عز وجل، إحنا عندنا عدد المواطنين 1,300,000، عدد الوافدين 3,300,000، مجموعنا 5 ملايين. هذين 3 ملايين قرابة 2,000,000 غير مسلمين. طيب، فبالتالي في وزارة العدل في كل رمضان يجي من 700 إلى 1,500 شخص يسلمون. وهذه رحمة الله عز وجل. فأنا أقول حتى موسم الحج لا بد أن نبذل قصارى الجهد. فتسألهم ليش أسلمت؟ قال والله أنا شفت الصغير ما شاء الله ملتزم في الصلاة، في الذكر، في العبادة، 5 صلوات يروحون المسجد يجون، هذه البنت يعني محجبة، تعاملهم وإخلاقهم وسلوكهم. نعم. بالضبط. وبعد يقول لك مع الجيران وكذا. صحيح. يعني وحدة فلبينية سألها ليش دخلتي الإسلام؟ قالت والله أنا شفت أن الصغار يصومون، حتى لو تحاول تعطيهم ما في يعني ما يمكن تغشهم يعني. ف وبعدين تقول انا شفت الانسجام والتكافل الاجتماعي عندكم ليس له مثيل، بيت الاسره يجتمعون ويجون والصغار والكبار. حتى الدعوه الله سبحانه وتعالى تعتبر من الاعمال الصالحه في هذه الايام فضيله، من صور الطاعات. صحيح. لذلك علي بن ابي طالب
رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمول النعم خير لك ما طلعت عليه الشمس. فبالتالي دعوة الله عز وجل في الداخل في الخارج لا نتوقف. يعني أنا حقيقة دخلت من غشقر وأعجب شيء لما كنت أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رجل مؤمنا يمسي كافرا يصبح يمسي كافرا مقصود في هذا التحول السريع تقلب القلوب سبحان الله. من غشقر الدولة عجيبة أنت لو تروح أنت جاي خليجي يجتمع حولك 5000 أقل شيء وبعد يقول لي مع خلاص نبي نشهد أشهد ولا كلهم ها بصوت واحد الله. تروح أنت ما حد علمهم لا صلاة لا عبادة لا ذكر لا كذا شي يصير فيهم ينتكسون وتحدث فيهم الوثنية الوثنية شغالة على قدم وساق. فبالتالي لما أنت تكفل لك داعية وأنا كل داعية هذيل يشتغلون ليل مع النهار وش يصير إن هذيل يثبتون صحيح. يثبتون هذه دولة من الدول كيف في دول ثانية فإحنا في أمس الحاجة حقيقة إلى أن نقف معهم ونوازرهم. وكذلك إعداد الداعية يعني الجامعة الإسلامية جزاهم الله خير في كل سنة قاعد يأخذون 10,000 طالب من جميع أنحاء العالم. طيب فهذيل إحنا لو نفتح لنا جامعة مثلا ثانية ونكفلنا هؤلاء الدعاة نربيهم على دعوة الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا أجر عظيم. كذلك في نقطة مهمة جدا في الأعمال الصالحة هي توحيد الله عز وجل. لو الآن أخوي حواس لو جمعنا الكرة الأرضية وخليناها قدامنا ونسأل سؤال كم دولة من هذه الدول لا يوجد فيها ضريح يعبد من دون الله تبارك وتعالى أو خلينا نقول أصنام تعبد من دون الله عز وجل؟ حقيقة أغلب الدول فيها أضرحة تعبد من دون الله عز وجل. طيب إحنا دورنا وين؟ أنا لما أجي في منى أتفاجئ ناس حاطين سحر وشعوذة وكذا واحد يفتح كذا يطلع لصنم هالكبرى طبعا هذه قلة لكن في النهاية هذا مسكين قطع الأميال عساس يحج ويعبد الله عز وجل أشرك مع الله عز وجل. طيب هذه مصيبة وبالتالي الحج ما يدخل فيه إلا مسلمين. فلما أنت تكون مسلم وبين كل الموجودين مسلمين المفروض هذا أخوك في الله تحترمه وتنصحه وتعظه وتقف معه وتؤازره. كذلك من الأعمال الصالحة لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من أصبح اليوم صائما فقال أبو بكر الصديق شوف الخصلة الأولى صائم. من عاد مريض قال أنا رسول الله. من اتبع جنازة أنا رسول الله. من تصدق على فقير أنا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع امرئ مسلم إلا كان من أهل الجنة. يا الله ما أحلاها في هذه الأيام باركات اجتمع فيه كل أمرها أي والله تصوم وتتصدق وتعود لك مريض طيب وتتبع الجنازة. قد يكون في يعني المقبرة عندهم بعض الاحترازات وكذا وكذلك بعض المستشفيات فيها احترازات لكن ما يدرك كلها لا يدرك جلة حتى لو عن بعد أو اتصال بالضبط اتصال وكذا وكذا وتستحضر النية ولك الأجر عند الله تبارك وتعالى. بإذنك بس ما شاء الله أيضا وقفة معك بإذن الله ثم نكمل ما تبقى من هذه الحلقة بإذن الله تعالى. إذن فاصل أحبتنا وراجع لكم في هذه الحلقة ابقوا معنا. ومن فوائد مواسم الطاعات سد الخلل واستدراك النقص وتعويض ما فات. وما من موسم من هذه المواسم الفاضلة إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف الطاعة يتقرب بها العباد إليه ولله تعالى فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من طاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. حياكم الله مشاهدي الكرام ورجعنا معكم من جديد ورحب مرة أخرى بضيفي الفاضل الدكتور بسام الشطي. حياكم الله دكتور بسام. دكتور ما شاء الله تكلمنا عن يعني هذه الأيام العظيمة والفاضلة عشر الأول من ذي الحجة وتكلمت فيها عن صور متعددة من الطاعات دكتور بسام الصيام الصلاة سنن الرواتب الصدقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا دكتور بسام من الأمور التي الإنسان يهتم فيها يعني الدعاء في هذه الأيام وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى. فبماذا توصي حبتنا مشاهدي الكرام دكتور بسام يعني الدعاء والتقرب من الله عز وجل؟
الحقيقة لما عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة دقيقة، وما أحد يسأل مثل أسئلتها الدقيقة. قالت رسول الله إذا كان ذلك اليوم يوم عرفة ماذا أقول؟ قال أفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو لك شيء قدير. هذا الحاج وغير الحاج كر. بالضبط. فالإنسان يذكر الله عز وجل ويدعوه. واحد يسأل يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وين الدعاء فيها؟ الله أكبر. أنت عندما تذكر الله عز وجل، الله عز وجل يعلم ما في نيتك. كلنا مسلمين، ما دعينا الله عز وجل أن يجعلنا مسلمين، ومع ذلك الله عز وجل جعلنا من المسلمين. فبالتالي الله عز وجل مطلع على قلبك ويعلم ماذا تقول. فلما تذكر الله عز وجل، الله عز وجل يحقق لك ما تريد، حتى لو لم تذكر هذا الشيء، حتى لو لم تذكره، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك من الأعمال حقيقة هذه الأيام البركات هو أصلح ذات البين. اليوم النفوس للأسف فيها نفرة، فالإنسان لما يصل رحمه ويصلح بين الزوج وزوجته، يصلح بين المتخاصمين، يصلح بين الولد وأبوه. يعني بعض الناس يقول لك والله بالمخافر ما كان الولد يشتكي على أبوه، ولا الأب يشتكي على الولد، ولا الجار يشتكي على جاره. احنا محتاجين صراحة إصلاح ذات البين. نعم. وهذه من أفضل القربات عند الله عز وجل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث نزاع بين قبيلتين في قبة، فوكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة وقال إني ذاهب لإصلاح ذات البين، مع أن الصلاة في المسجد النبوي كم أجرها، ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قبيل صلاة العصر، يعني ما انتظر قال ها خمس دقائق خلنا، لا أبد ذهب للإصلاح. كذلك الحقيقة هذه الأيام مواسم عظيمة للهدي وكذلك الفدي وكذلك الأضحية. فبعض الناس يقول لك يا أخي الأضحية كل الناس عندها لحم وكذا وهي سنة، لا المقصود أن الله عز وجل جعل لكل مقتدر المفروض أنه يضحي. شو المقصود في الأضحية؟ الأضحية المقصود فيها أنك تحمد الله عز وجل أن سلمك أنت وزوجتك وأبنائك ومن تعول، جعلكم سليمين، فتذبح هذه فداء لإسماعيل لما أراد أن يذبحه أنزل الله عز وجل كبشين أقرنين فداء لإسماعيل عليه السلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، ومع ذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 أضحية بعير بيده، وبعد ذلك جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذبح الباقي، كان 100 عدده، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. اليوم أخي حواس ما يخفاك بعض الناس والله ما يأكل اللحم. أنا ذهبت إلى اللاجئين في بعض الدول والله ينتظر موسم رمضان وينتظر الصدقات وكذا، والله إن بيته يمر الهلال والهلالان والثلاث ما يوقد في بيته حتى يأكل هذا اللحم. فبالتالي عندما تنويها لا تنويها لرخص، يعني احنا خلينا نقول الأضحية قد تصل عندنا 100 دينار أو أكثر. طيب أحيانا اللجان جزاهم الله خير يقدم لك مشروع اللي هو 10 دنانير، يعني في نيوزيلندا ترى الأضحية كلها الأضحية 7 دنانير. زين أقل من 10 دنانير. وأحيانا أنت لما تذبح لك بقرة، البقرة تكفيها. أنا شخصيا أشرفت على ذبح بقرة وزعت على اللاجئين في سوريا 300 بيت استفاد من هذه 300 بيت. فالشاهد كبسام توصي ماذا أنت الحب؟ أنا أقول والله الأضحية المفروض تكون في الخارج ونبذل قصارى الجهد، ما يمنع أنك أنت تذبح داخل الكويت، وبالتالي حتى تظهر هذه الشعيرة. ما يجيك جيل بعدين يقول والله أبوي ما ذبح، ما شفناه ذبح. لا، خل نحيي هذه السنة الطيبة بين هؤلاء الناس. كذلك من الأعمال الطيبة هو أنك تعفو عمن ظلمك وتتوب إلى الله تبارك وتعالى. قد يقول قال يا أخي أنا ما سويت شيء عشان تب. إنه وسلم تاب الله عز وجل واستغفر الله عز وجل 100 مرة في اليوم. إحنا هل استغفرنا في اليوم 100 مرة؟ ذكرنا الله عز وجل 100 مرة؟ حقيقة مثل هذه الأعمال الطيبة تكون
ولا شك احنا ما قدرنا نحصل كل الاعمال، كنا ما يدرك كل لا يترك جله. لا شك. نعم. انا كابتن وسام، يعني من الامور المهمه ايضا الانسان ايضا يبتعد عن المعاصي. سبحان الله، انت ذكرت يعني الاهتمام بالطاعات وصورها المتنوعه، لكن ايضا الانسان يهتم ويتنبه لجانب يعني معصيه الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه الايام. كابتن وسام، والله جزاك الله خير. نعم. احنا حقيقه محتاجين الى ثلاث اشياء. فعل الطاعات وكف الأذى. نعم. يعني أنت كف أذاك عن الناس، الغيبة، النميمة، التحريش بين الناس، والكذب وشهادة الزور، هذا كف الأذى. وكذلك أنك أنت تبتعد عن المعاصي. صحيح. المفروض في كل سنة وكل يوم وكل كذا تبتعد، تراقب الله عز وجل. صحيح. مراتب الدين ثلاثة. صحيح. الإسلام والإيمان والإحسان. أعظم شيء عند الله عز وجل الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان في سورة الرحمن، بمعنى أنك أنت إذا خافت الله عز وجل كنت من درجة عالية في الإحسان. فأنت الحين لو والدك موجود، طبعا ما أقصدك، أقصد يعني الخطاب لنا جميعا، والدك موجود أو الكاميرا عليك، هل تستطيع تعصي الله عز وجل؟ الجواب له. إذا أنت خايف من كلام الناس، وخايف من الشرطة عند الإشارة، وخايف من الفضيحة بين أهلك وجماعتك، يا أخي المفروض لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. قدر الله تبارك وتعالى. نعم. وما قدر الله حق قدره، قدر الله عز وجل في نفسك. طيب، وبالتالي كلما قدرت الله عز وجل، استحييت من الله عز وجل، الله عز وجل يثيبك ويعطيك الأجر. وأيضا ادعو الله عز وجل أن ييسر للحجاج، وادعو الله عز وجل أن ييسر لك الحج. نعم. وبالتالي يعني كان من دعاء الصالحين وهو يطوف، اللهم اجعلني من عمار وحجاج هذا البيت العتيق، وادعو الكويت بلدك. صحيح. ان الله عز وجل يحفظها بحفظه ويكلها بعائمته ويوفق ولاة امورنا. صحيح. ويديم عليهم الصحه والعافيه. نعم. ويبارك فيهم في جهودهم، ويجعل هذا البلد امنا رخاء مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. والله لن نجد بلاد مثل الكويت في بحبوحه العيش والامن والسلامه. صحيح. وكذا ما لا داعي ان نوقر صدور الناس ونجيش الجيوش. نحق علينا الدعاء. اي والله. نعم. فواجب علينا ان ندعو في كل وقت وفي كل حين ونخصص جزء لهذه البلده. نعم. الطيبه. اقول لك دكتور وسام، جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونفعنا الله شرت على بكل ما ذكرت ان شاء الله. جزاك الله خير. جزاكم الله خير، مشكورين. بارك الله. بارك الله. أيضا الشكر موصول لكم أحبتنا مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج لقاء على الأثراء. انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.